عيون جل مغمرات يا حي مركب التواصل ليستمر متابعينا الكرام. تابعنا ايضا شوطنا الماضي، تابعنا شوط الشاهينية عبد الله بن احمد بن محروم المحرمي دقيقتين 18 ثانية. انتقلنا الى الشوط الثامن عشر بمجموع هذه الاشواط. الشوط الثامن عشر يحمل فئة الجعدان الصعوب. نتابع الصدارة والمركز الاول. مقدمة الشوط شاهين حمد بن سعيد بن حمد المدهوشي، بينما المركز الثاني شاهين بشعار عبد الله بن خلف بالحايمة الظاهري، بينما المركز الثالث بهذه اللحظات شاهين احمد بن عيلان بن عبد الله المهيري. المركز الرابع رابع الاسماء شاهين عمر بن جمعه العميمي غادما مع شاهين في المركز الرابع. المركز الخامس شوف اللي وصل شاهين سعيد بن علي بن محمد النعيمي غادم مع شاهين وسلالة شاهين. نعود إلى الصدارة، نكتفي بهذا القدر. بنعود إلى شاهين حمد بن سعيد بن حمد المدهوشي، ما شاء الله تبارك الله مع هذا الانطلاق مع الوسمي مع الصدارة. الوسمي وعصاه في بطانه ما شاء الله تبارك الله. بسم الله 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 الله. الوسمي طار الوسمي مع اللحظات الأخيرة مع الأمتار النهائية، وأقلع مع الصدارة مع حمد بن سعيد بن حمد المدهوشي. مشكور يا أبو حمد بشار بن حمد المدهوشي من يتابع الوسمي بهذا الانطلاق. نهاية مميزة ما شاء الله، تهانينا والناموس حمد بن سعيد بن حمد المدهوشي. بينما المركز الثاني وصلنا اللي في المركز الثاني ايضا اللي هو شاهين سعيد بن علي بن محمد النعيمي. المركز الثالث شاهين عبد الله بن احمد بن محيروم المحرمي. المركز الرابع بن عيلان احمد بن عيلان بن عبد الله المهيري. هكذا اذا مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني دقيقتين 13 ثانية و80 جزء من الثانية. سجل معنا بهذا الشوط اللي هو الوسمي بشعار حمد بن سعيد بن حمد المدهوشي. مشكور.